مشاهدينا، من بعد هالدردشة حول فنجان من الشاي رح ننتقل حتى نتابع بقية فقراتنا من دبي هذا الصباح، ورح نحكي عن عمل ابتدى بحاجة شخصية. فبشرت ابنة الحساسة قادتها للقيام بمشروعها الخاص، وهو صناعة الصابون بمكونات طبيعية. طبعا هذه المكونات هي خالية من المواد الكيميائية والزيوت العطرية وأيضا المواد الحافظة. وحتى تحقق حلمها دخلت دورات عديدة بتصنيع الصابون، ودرست وبحثت كثير، حتى طبعا جربت أيضا عدة مرات، وبعد العديد من المحاولات أنتجت أنواع خاصة من الصابون الطبيعي. طبعا يسعدنا أن نرحب بعلياء أسواعي بن علي، مختصة في صناعة الصابون الطبيعي وصاحبة مشروع غالية للصابون. صباح الخير. صباح النور، نورتينا اليوم. الله ينورك. هي فعلا غالية، بشرات أولادنا غالية جدا علينا، مشان هيك يمكن هي اللي أعطتك المحفز أكيد لصناعة هذا الصابون. حكي لنا هيك عن القصة، كيف بدأت؟ فعلا هي ابتدت، ولدي كانت عنده بشرته حساسة وناشفة، حاولت معاه بصابون تجاري كريمات وهذا وما نفع، فبعمل سيرش وهيك لقيت انه البشرة الاطفال الحساسة لازمها شيء عضوي طبيعي اورجانيك، فالتجأت للصابون الطبيعي. دخلت عملت سيرش على منصات بالبيت لاني ما قدرتش يعني اني نفرق وهذا كله، عملت سيرش لقيت منصة الصابون، تعلمت عليها واخذت دورات اونلاين في الصابون العلاجي اللي هو للبشرة الحساسة، للبشرة الدهنية، للبشرة اللي فيها تصبغات وهذا كله، والحمد لله الحمد لله فادته. واي شيء هو عادة عضوي طبيعي بيكون له فائدة. اي طيب، شو اسم ابنك؟ نجيب. نجيب، ولكن العلامة اسمها غالية. مين غالية؟ أمي الله يرحمها. أمي الله يرحمها اسمها نبيها، كانت غالية ويعيطوا لها نبيها غالية، فسميته على اسم أمي بس. إن شاء الله هي تكون فرحانة، وأكيد فرحانة إني بديت مشروعي من الصفر، والحمد لله الحمد لله. الله يرحمها ويحفظك نجيب طبعا بصحة وسلامة. شكرا شكرا. طيب عملتي هذا المنتج سيدة عليا، حتينا كيف لقى إقبال من الناس؟ هل كان في كومنت في البداية أو ملاحظات معينة عدلتي عليه؟ صار بعدين؟ هو بالبداية لازم نعرف نوع البشرة، إذا هي دهنية جافة فيها تصبغات فيها حب الشباب لازم نعرف أولا، وفيه بشرات ما نقدر مثلا نعطيك مثال بسيط، صابونة البقدونس. أي بقدونس فريش هذا، نعم، للمراهقين والمراهقات اللي عندهم حب الشباب. العادة البقدونس بيطهر أماكن الحب من البكتيريا، نعم، في خاصية إنه مضاد للالتهاب ومضاد للبكتيريا، وما فيه رغوة ولا فيه ريحة ولا فيه زيوت. حلو. يعني بس بقدونس وصابون جليسيرين خام. اوكي. هذا. وعندي كمان صابونة عود القرنفل. اللي هي عادة اللي هي اسمها أعويد الخشخاش. اللي قبل أماتنا وجدتنا كانوا يستعملوه في البرد في الروماتيزم. أنا طحنته وزدته للصابون الجليسيرين إذا في روماتيزم أو برد. للركب وهذا. اوكي. جميل، كيف المكونات طبيعية وإلى فوائد. أيه. وطبعا أمهاتنا وجداتنا ممكن كانوا يستخدموا هيدي هالوصفات حتى أيه. يداوونا بشكل طبيعي. إلى أي مدى التعمق بالأعشاب، حتى ممكن بعض الإبيس أو البهارات المطعمات مفكهات، أيه. قد لازم تكوني متعمقة بهالمجال حتى تقدر تعملي صابونة مفيدة أو علاجية مثل ما حضرتك أيه. سميتي. هو مثلا احنا القهوة العربية التركية، نعم، اللي بقايا القهوة التركية احنا بس لما نحطها على الجلد مقشر طبيعي. مقشر طبيعي، نعم، انا زدتها في الصابون
وعملت معاها زبدة الشيا مرطبة. مرطب يعني بتقشر وبترطب في نفس الوقت. نعم. واللبان الذكر مين ما بيعرف اللبان وشد البشرة والكولاجين. نعم. استعملته في الصابون. تمام. حلو كتير. طيب سيدة علياء كيف بتسوقي لمنتجاتك؟ وين بتسوقي له؟ والله أنا نسوق في مثلا فيه جمعيات، فيه وركشوب تبع الصغار أو الكبار بنشارك فيهم، ومن هيك يعني على منصة الانستغرام وهذا بيكون فيه التسويق. يعني طلبات بتجيكي على منصة انستغرام وحضرتك بتواصلي مع الزبائن عشان تودي لهم المنتج. إلى أي مدى الأعمال الصغيرة عم بتلاقي دعم بدبي لناحية البنى التحتية، لناحية تسهيل الرخص، أنك تقدر توصلي وتسوقي لمنتجاتك طبعا بدبي ومن دبي إلى بقية الإمارات؟ والله أنا ما لقيتش أي صعوبات، الحمد لله. أخذت الرخصة وهذا كله والتسويق، يعني الحمد لله الأمور طيبة في النقطة هذه. طبعا. طب طمنينا على نجيب، كيف بشرته هلأ مع الصابون؟ ما شاء الله. شو نوع الصابون اللي بيستخدمه نجيب؟ نجيبي بيستعمل القهوة وزبدة الشيا. وإذا بس لعب شوية رياضة أو شيء بنستعمله شوفان والعسل. شوفان والعسل، ليش شوفان والعسل؟ بعد العرق وهذا والبكتيريا والكل نحاول إني نرطب له الجسم بالشوفان والعسل. شو كمان أنواع عندك من الصابون؟ عندي صابونة جديدة إذا هكا تسمح لي. أي واحدة أنا بقوم جيبها؟ أي واحدة؟ هذه عطرة شاء ماء. هاي؟ لا هذه هذا المرش. 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 أي. ممكن تستعمل منه المي للأخت. هذا ماء عطرة شاء مميز، احنا عادة نستعملوه في حلويات تونسية. انا استعملته في الصابون، وهذا صابون عطري للجسم. ماء الزهر؟ لا، زهر الليمون. لو دو جيرانيوم. جيرانيوم؟ جيرانيوم. لانه ريحته كتير قريبة على زهر البرتقال. اي. لانه كمان يستعمل بالعديد من الحلويات العربية. ايوه. نعم. انا استعملته في الصابون العطري. اوكي. حلو. شو منافعه؟ هو عادة احنا العطرة شيء نستعملها للاسترخاء، نستعملها مع زيت شجرة الشاي هكا نحاول انه اخر الليل باش نعمل لافندر وزيت الشاي فحاولت انه مع صابون غالية نمزج شوية روائح وعطور ونحاول انه نستنفع بيها. طبعا عم يسألونا المخرج مساعد المخرج جيرانيوم ما عند التفسير المعنى العربي، ولكن جيرانيوم هي نبتة خضراء معروفة بأنها مهدئة بشكل وردها طبيعي. وردها بنفسجي. أي. نعم. طيب بالنسبة للتوسع، لأنه أي رائد أعمال مهما كان عمله صغير حتى لو بدأوا من المنزل دايما في طموح بأنه يتوسع حتى منتجاته، خاصة إذا كانت طبيعية وعم تاخد العديد من العناية بالتحضير توصل لأكبر شريحة ممكنة من الأشخاص. شو مشاريعك المستقبلية في مخص التوسع؟ أولا نحب نختص أكثر في الصابون العلاجي. نعم. هلأ ابتدينا في القرفة والكركم. الكركم مضاد للالتهاب صح؟ أيوة. والقرفة هي عادة مقشر طبيعي. نعم. للبشرة الجافة. نحاول أنه نتوسع أكثر على الإكزيما، على البسورياسيس. نعم. عنا كمان صابون الشعر الدهني الصفدية والإكزيما. نعم. إكزيما. عنا كمان صابونة الشعر الدهني اللي أوكي. هي من هلام البذور الكتان ومعها الباودر متاع ورق الغار. نعم. والحبة السوداء. جميل. سبحان الله، يعني كل الأمور اللي بتكون موجودة بمطبخنا العربي هو هيبة. يلي وفي كتير أيضا دراسات بتقول قد ايه مفيدة تناولها أو إدخالها إلى أطعمتنا، ولكن أيضا عم تستخدميها حضرتك للعلاج الخارجي السطحي. طبعا إجاني ملاحظة أنه الجيرانيوم هي إبرة الراعي باللغة العربية. إبرة الراعي. أي. سيدة علي بس أنت... هو تقطير هيكون ديليكت شوي يعني طبيعي. أي. كل النباتات تقطيرها دقيق حتى تحافظ على منافعها. أي. نعم. قبل ما تنزلي أي منتج جديد شو هي رحلة الأبحاث أو الدراسات اللي بتعمليها لحتى تكوني متأكدة 100% أنه هذا المنتج آمن وما في منه أي ضرر؟ أولا أنا صناعة الصابون اللي بعمله على البارد. لا عندي تسخين ولا زيادة زيوت
ولا رغوة، لأنه صابون متاعي ما فيهوش رغوة. صابون غالية، بس علاجي أنك تغسل به وتحاول أنه يتعمق في البشرة، في مشكلة البشرة. نحاول أني نتقيد بالملي، لأنه قطرة زيت زيادة تخرب لي كل الصابون. جميل، يعني لست فقط متعمقة وإنما أيضا دقيقة جدا. أكيد. والهدف أنك تاخذ من أي شخص رح يشتري من عندك. أكيد. منتجات من صابون غالية، وعملناهم زيادة نقطة هكا نحب نوضحها. تفضلي. فيه زيادة اللي عندهم إكزيما البشرة، وفيه اللي عندهم سرطان الجلد وهذا، فلازم صابون عضوي بالفعل. أنا نحاول أني خاصة الكبار في السن بشرتهم بصير بتعاني من الجفاف وبحاجة لعناية خاصة. هذا أي طبعا نحن بنتمنى لك كل التوفيق. شكرا. وإن شاء الله يا رب مشروعك بيتوسع. شكرا. وبتقدر تساعد أكبر عدد ممكن من الناس. شكرا. المراهقين لازم يجربوا من عندك صابونة البقدونس. السيدة علياء سواعي. شكرا. بن علي، مختصة بصناعة الصابون الطبيعي. شكرا جزيلا. شكرا. لوجودك معنا وتحيتنا لنجيب. شكرا. الله يسلمك. شكرا. شكرا.